السلام عليكم. رابع حاجة تقريبا في النيورولوجي هو الهدك، والهدك عادة لو حيجيبولنا كيس فحتكون في ميل، فخلونا ناخد السيناريوات. الهدك من الحاجات اللي تشمل البين، سو لو حد هيك عنده خلوقة في نقطة هو الحفظ يمشي عليه قصة اللي هو السقراط، لكن الأمانة فيه هلبة أناليسس بهي، فخلونا نطبقوا إكلام الأناليسس هذا. أوكي، السلام عليكم، أنا اسمي سندسون مساتي، طالبة سنة خامسة، اليوم عندي امتحان ناخذ منك شوية معلومات لو سمحتي. تفضلي. اسم كريم، برضو عندنا خيرية مفتاح بجناح. كم عمرك خيرية؟ عمري 33 سنة. حضرتك تشتغلي؟ نشتغل مدرسة. بهي وين تسكني؟ نسكن في السبعة. متزوجة؟ متزوجة. عندك صغار؟ عندي 5 صغار الله يبارك، لا بس عليك. عندي صداع، الصداع هذا بدي فجأة ولا بالتدريج؟ بدي بالتدريج. قداش اللي هو ليه الصداع؟ الصداع ليه تقريبا معاي قريب 5 شهور، لكن يمشي ويجي. به كل قداش يمشي ويجي؟ يعني تقريبا يصير لي في الشهر 3-4 مرات. قداش يقعد عليك؟ يقعد يسكر حتى في يوم مرات، يعني أقل حاجة 12 ساعة. به الصداع هذا تقدري تحددي لي مكانه؟ يعني هو في راسك كله، نص راسك، تحسي فيه جهة الصدغ، تحسي فيه من التالي، تحسي فيه فوق عيونك؟ لا والله أكثر حاجة اللي هو ياخذ لي نص راسي لمين. بس الصداع هذا تحسي فيه ينبض نبض، ولا تحسي كأنه مضغوط راسك كله، كأنه من رابط لك راسك، ولا تحسي فيه اللي هو ينخص نخص، نحس فيه ينبض نبض؟ به الصداع هذا ما يسمعش على عيونك، ما يسمعش على رقبتك؟ لا ما يسمعش. بهل حسيتي الصداع هذا مثلا يزيد لما انت ترقدي، تكوني فترات طويلة مسطحة، او انت يجيك اكتر الصداع الصبح، او لاحظتي انه هو يجيك قبل الدورة، او لاحظتي انه لما تاكلي ماكلة معينة، يعني زي الشوكولاتة، زي اللي هي الجبنة، او لا لما تطبسي لوطة يزيد؟ لا اكتر حاجة صح يزيد لي قبل الدورة، ولما كتر من ماكلة الحلو. بهل جربتي تستخدم المسكنات ومشي الحال؟ لا ما مشاش الحال، يفلقوا. لكن بعد وين وعادة ناخد فيه يعني اكتر من حاجة؟ ناخد مثلا فبروفين، نوصل حتى لثلاثة حبات واربع حبات، ومرات حتى معاهم بنادول، ومش هذاك التفليق. به الصداع هذا لما يجيك هل تحسي روحك معش قادرة تكملي حياتك اليومية، معش قادرة تمارسي نشاطاتك، معش تمشي مثلا للمدرسة متاعك، تغيبي؟ ايه، في اغلب الايام يوقف فيها على حياتي وما يخليش فيها حتى نرقد. اوكي، هيك تقريبا كملنا السيناريو الاول. ناخد سيناريو تاني نفس الفكرة متاع اني عرفت علي نفسي. الاسم الكريم، برضو خيرية مفتاح بجناح. كم عمرك؟ عمري 70 سنة. تشتغلي؟ لا ما نشتغلش، ربة منزل. وين تسكني؟ نسكن في جنزور. بهي حضرتك ليبية؟ ليبية. متزوجة؟ متزوجة. قداش عندك صغار؟ عندي 7 صغار الله يبارك، لا بس عليك. عندي صداع، الصداع هذا بدي فجأة ولا بالتدريج؟ لا والله بدي فجأة. بهي قداش ليه معاك؟ ليه هيك تقريبا يومين معاي. الصداع هذا متاعك يمشي ويجي ولا مستمر؟ لا مستمر، من حيش ما بدي ما مشاش. بقى تحسي الصداع هذا في جهة راسك كله، ولا نص الراس، ولا جهة الصدغ هيك بس من جناب يعني، وإلا من التالي، وإلا فوق عيونك؟ لا والله أكثر حاجة راهو جهة الصدغ اللي هو اليمين. بقى تحسي فيه اللي هو ينبض نبض، ولا تحسي فيه كأنه حاجة مضغوطة عليك، ولا ينخص نخص؟ لا ولا هيك ولا هيك، يعني كأنه يسطر تسطير. بقى هل حسيت الصداع هذا يسمع جهة رقبتك وجهة عيونك؟ يسمع إيه؟ جهة رقبتي شوية. هل تحسي فيه اللي هو يزيد لما يعني مثلا أكتر الصبح، أو إن المتولد مسطحة، لما تشبحي للضي هلبة، لما تاكلي ماكلة معينة، لما تبصي لقدام؟ لا هذا كله ما نيشي علاقة به، هو أصلا من لما بدأ لعن توا قاعد زي ما هو. بل جربتي تاخدي مسكنات ممشاش الحال؟ اخذت مسكنات وممشاش الحال. هل الصداع هذا خلاك تمارسي عادي حياتك، وإلا وقفلك حياتك كلها، وحتى النوم بالهون؟ لا والله ما خلاني ندير حتى حاجة، وحتى النوم بالهون. So two different scenario، واحد acute وواحد حاجة chronic، واحدة young female وواحدة old female. وخلونا نشوف الاناليسيز متاع الهيدكشن ممكن نستفيدوا به. الأنس احنا متفاهمين sudden وإلا gradual، والبناين كوزز بتاعت الهدك يعني مايجرين، تنشن، كلاستر، الحاجات هذه حيقول لي جراجول، عكس مثلا من الجايت السبيكنويد هيمورجانس الارترايتس، هذه كلها حيقول لي
الصدن الديوريشن بتاع اكيوت وكرونيك هما نفسهم الهيدك تقريبا. هنا تقدر تقولوا كل الصدن اكيوت وكل الجراجوال على الاغلب حيكون حاجه كرونيك اكتر، يعني تطول المده 5-6 ايام اكوردنج للتولرنس بتاع البيشنت للهيدك بتاعه اكوردنج للسيفيريتي. الكورس بتاعنا هنا مهم جدا. الحاجات البيناين برضو هم حيكونوا انترميتنت يعني مايجرين تنشن كلاستر، بس يختلفوا في طريقه الانترميتنت بتاعهم. لو قال لي انا يجيني الصداع راهو كل شهرين ثلاثه وبعدين يفوت علي شهور ما يجينيش، هذا يمشي مع كلاستر هذا، خاصه لما نسال القدام ويقول لي ينخص فيا نخص. ولو كان يصير لي يتكرر معاه بصفه يوميه واكثر حاجه في الشغل ويحس فيها على راسه كل حاجه مضغوطه ضغط، مثلا هذه اللي هي تنشن هيدك. لو قال لي يجيني 3-4 مرات في الشهر، مرات 5، ولما يجي راهو يقعد معي حتى طول اليوم ويسكر حتى في يوم، فهذه تمشي لي مع المايجرين. غير هيك كل الكورسات الثانيه اللي هي حتكون بروجريسيف النيتش بتاعها، يعني زي المينينجايتس زي السب اركنويد هيموريج التيومر الاكروميجالي، خلاص عندي ليجن فحيقعد يدير لي السمبتوم هذا لعند ما يتعالج الليجن بتاعي. السايد بتاعنا كان قالي راسي كله معناها تنشن، كان قالي نص الراس معناها شقيقة، كان قالي جهة الصدغ او جهة اللي هي جنب نصي مثلا هيك ورا العين، في اللي يقول لك ورا العين، في اللي يقول لك نصي اليمين، فمنديروش كونفيوزنج مع قصة المايجرين. المهم اللي هو جاينت سيل ارثرايتس او يقول لكم الصدغ، منطقة الصدغ اللي هي تمبرال اريا. راسي ملتالي سب اركنويد هيموريج فوق عيوني او نص راسي قدامي، فاللي هي بتاعت ساينسايتس، وحتى الجلوكوما عادة يجو بي فرونتال هيدك. لو قال لي الصداع متاعي بالنبض مايجرين، ولو قال لي نحس فيه حاجة مضغوطة ضغط معناها تنشن هيدك، ولو قال لي ينخص نخص معناها كلاستر هيدك. نجي بالنسبة لي الراديشن، الراديشن يسمع لرقبة وجهة عيونها، بس سب اركنويد هيموريج يسمع للرقبة، المينينجايتس تسمع للرقبة، الجاينت سيل ارترايتس يسمع للرقبة ويسمع للعين، الجلوكوما يسمع للعين. باهي غير هيك البيناين مينينجايتس تنشن كلاستر اغلبهم ما اللي هو يسمعوش لي لا الرقبة ولا للعين. الاجريفيتنج فاكتور كان قال لي نحس الصداع يجيني اكتر الصبح وفي الليل ينقص عليا ولا يزيد عليا لما نرقد مثلا فترات طويله او نقعد مسطح فترات طويله، هذه معاها برين تيومر ديما تزيد يدعمها قصه بروجكتايل فوميتنج وقصه اللي هو اذر بوزيتيف سيمبتومز، يعني تدل على ان مريضه عندها نيورولوجيكال ديفيسيت. كان قالت لي شوفوا قلت قال لي وقالت لي يعني هيك تقريبا ميل عاده برين تيومر، وكان قالت لي يزيد اكثر بالضي لدرجه ما تحملش الضي، بنقعد في دار مثلا هيك مظلمه، يزيد علي قبل الدوره، يزيد علي لما ناكل شوكولاته وحلويات ناكل جبنه، فهذه بتاعت مايجرين. لو قال لي يزيد علي اكثر في الصلاه، اكثر حاجه لاحظوا فيها في الصلاه اللي هو اول ما يطبس لقدام، فهذه بتاع جيوب انفيه. الانالجيزيا از ريليفينج فاكتور هنا مهمه حتى تؤسسمنت السيفيريتي وتعطيكم كلو، يعني من مثلا الحاجات اللي هم قلنا ليجن، تكلموا على المينينجايتس انفلاميشن اكروميجالي تيومر اي حاجه، هادو عاده مش حيستجيبوا لي الانالجيزيا ما دام عندهم ديزيز. لكن المايجرين التنشن كلاستر كل ما يستجيبوا بس تختلف، اسرع واحد فيهم يستجيب هو التنشن، المايجرين تعطل شويه بليده، الكلاستر وبين وبين. والسيفيريتي از اسسمنت يعني الحاجات اللي هي مثلا مينينجايتس السب اركنويد هيموريج هذا يعتبر موست سيفير، الجانسل ارثرايتس حتى هو الى حد ما يعتبر سيفير البين بتاعهم، التانيين اقل شويه التنشن الساينسايتس يعني الى حد ما يقدروا يرقدوا منه ويقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعيه within limits. هيك لو تلاحظوا الهادك خير عشان ميزته اني انا على طول نوصل لي التشخيص من الاناليسيز نتاع المين كومبلين، هذا علاش حلوين لما هيك تسهل القصه ونبدا من الاناليسيز كل حاجه بوزيتيف تدل عليه ديزيز معينه. اوكي خلينا نشوف الديفرنشال دايجنوستس نتاعنا. عندنا نيورولوجيكال المايجرين والتنشن هذاك والكلاستر هذاك، هذا اهم 3 ديفرنشال دايجنوستس زي ما تفهمنا نميزوهم. بنجايتس حيكون حاجه اكيوت وما يعطيني معاها راش ونك ستيفنس ويعطيني معاها فيفر. سب اركنويد هيموريج حيكون اللي هو جهه الاوكسيبت يسمع لي رقبته، ولما نوصل بعدين في الباس هيستوري نلقاه مريض لهايبرتنشن ولا اكياس على الكلى اللي هي ادلت بولسيستيك كيدني ديزيز. البرين تيومر زي ما قلنا، وخاصه نفكر فيه لو في بوزيتيف فاميلي هيستوري لاي كانسر سواء كان برين تيومر والا الاذر مالجنسي.
بعدين نجي للإندوكراين الأكروميجالي إلى جانب الهدك اللي ماليش شي باترن معين أو كاركتر معين، حيعطيني سيمبتومز اللي هما امتعات الفيجوال فيلد افكت، إنه تغير مقاس الحداء متاعي، تغير مقاس خاتمي. هادو أهم فيتشرز أكروميجالي. اللي فيه كروموسيتوما قصة الفلاشينج، البالبيتيشن، التريمور. تنسوش إن احنا خدناها في البالبيتيشن التريمور، معناها ممكن إنه يعطوهم لي بوزيتيف. الحاجات اللي هيك وهيك يعني ساينسايتس مش لينا، بس زي ما قلنا اكثر حاجه يكون فونتل، ويزيد عليها مثلا في فترات الشتاء ممكن يقول لك معاها ديما خشمي مسكر، ديما خشمي ملتهب. اوكي الجوينتس الارثرايتس هذا اللي نزل مره الكيس اللي هي عمتي خيريه او ابله خيريه الكبيره، هذه الكيس نتاعنا كانت وخيريه الصغيره عشان كانت مايجرين. لو حد اللي هو زبطت معي لما شرحت الاناليسز نتاع المين كومبلين، فالجونس الأرثرايتس شن حيعطيني؟ حيعطيني عادة في ميل كبيرة دي عمرهم سبعينات ثمانينات، مع الصداع شن ممكن تعطينا؟ تعطينا اللي هو يا تشبح في اتنين، يا ناقص الرؤية امتحها، تعطينا معها حتى هي تصلب في الرقبة. سوء التصلب في الرقبة مش دي ما يدل عليه المينينجايتس، راهو حتى سب أريكينويد هيموريج وحتى الجونس الأرثرايتس ممكن يعطوكم معها نيك ستيفنس. بهي شنو ممكن تاني نلقى اللي هو history of polymyalgia rheumatica اللي هي proximal muscle pain. يعني أنا هذه لما نوصل في الروماتولوجي لازم نسألها عن الوجع ونفصلها في أطرافها من فوق، أطرافها العلوية يعني جهة إيديها من فوق، جهة الكتاف وجهة فخادها من فوق، فتقول لي إيه. الحاجة الثانية عندهم جو claudication اللي هي كيف قلتنا نسأل عليها، لما تفتحي فمك أو لما تمضغي تحسي وجع في الفك متاعك، هذه الحاجات اللي ممكن يعطوها لي اللي هي بوزيتيف. الجلوكوما مش لينا حاجة اي، لكن دي ما خلوا في بالكم ان هي اكيوت ويعطيني معاها وجاع، ممكن حتى فقد النظر في نفس العين اللي في نفس الجهة امتاعة الصداع. انيميا don't forget ان دزنيا مع هادك، فاتيك مع هادك، والبيتيشن مع هادك. نحطوا في بالنا قصة الانيميا، نركز في المينيسترال هيستوري ونركز حتى في الدرجز اللي ممكن لهم علاقة بالانيميا مثلا زي ستيرويدز والبي اي وغيرهم. obstructive sleep apnea هذه كيف حنعرفها؟ هذه أكتر حاجة حتى هم الصداع متاعهم الصبح. وهنا حنضيف أسئلة قبل ما نسألش فيها، نسألها لو حد يرقي جنبك هل قال لك اطنختي هلبة؟ ممكن نسأل على الوزن دايركتلي بحكم احنا طبعا الكيس متاعنا معيد وكان الريل بيشنت حيكون واضح قدامنا. نسأل عن الفشل، نسألها هل ترقدي طول النهار؟ يعني ديما تحسي في روحك مش مكتفية بالنوم فيبدأ عندهم داي تايم سليب. ممكن في الباست هيستوري تعطيني اليوم الاسوشيتد ريسك فاكتورز زي الهايبرتنشن زي الثايرويد. هذا بالنسبة للأوبستراكتيف سليب أبنيا. انالجيزك انديوسد هيدك، في ناس بحكم تاخذ في هلبة المسكنات بدرجة كبيرة فعندهم انالجيزك يعني بسبب كثرة المسكنات يخشوا في صداع. سموكينج اور كافيين وذ جول، شوفوا هنا كلمة وذ جول مهمة، يعني احنا تقريبا في كل الهيستوري اللي حناخدوها السموكينج هو ريسك فاكتور ما عدا في حاجتين، الصداع وزيادة الوزن الهيدك والويت جين. فهنا انا ما نجيش نسألها تدخني وبعدين نسألها باهي وقفتي، لا بليده هي اللي انا حتقول لي لا. فانا مش نوضح للممتحن اني انا فاهم شو نقولها على طول، هل كنت تدخني ووقفتي الدخان؟ هل كنت تشربي في هلبة قهوه ووقفتي القهوه هذا الشراب او نقصتيه؟ فهذا هيك يكون السؤال متاعي تام وواضح. ممكن نسال عليه قصه اللي هو sleep deprivation، حاجات اضافيه. سو مش نلخص موضوعنا، لو انا اعطاني حاجه اكيوت، الاكيوت ديما مننجايتس سب اركينويد هيموريج جوينتس الارثرايتس وجلوكوما، هادو اهم اربعه او خمسه ديفرنشال دايجنوسس. كان عطاهولي العكس جرادول ومتاع ايام وممكن شهور، حنسمي اللي هم البيناين، سمي البرين تيومر، الاندوكراين حتى هم في كروموسيتوم والاكروميجلي على الاغلب حيعطيني خمسه سته سبعه ايام. الانيميا طبعا بالتاكيد حتكون النيتشر متاعها شويه كرونيك. نمشوا اخيرا لقصه الباست هيستوري والسيستميك ريفيو متاعنا. الروماتولوجي مهم جدا خاطر الجوينت سيل ارثرايتس جدا جدا جدا. الاندوكراين على خاطر ان القصه اللي هي اوبستراكتيف سليب ابنيا مثلا ريليتد للثايرويد، والاهم طبعا الاسئله بتاعت الاكروميجلي والفيكوموسيتوما. البلود سيمبتومز اوف انيميا ممكن حتى ندور اني انا في بلود مالجنسي لو انا شاكه في البرين تيومر. الكرونيك إلنس كلهم اللي حاجه اي حاجه ديما في الكرونيك إلنس تقول ان نقدر نسالها ك
كشخص متشخص بها يعني كرونيك في النيتشر نتاعها، فحنسالها. فعندك اللي هو شقيقة، جيوب أنفية، عندك مية زرقاء، وعندك ضغط العين، عندك فقر دم مزمن أو قبل هيك دايرة تحاليل دم، وعندك فقر دم، أمراض روماتيزمية، أكياس على الكلى، أي أورام في أي مكان. هنا ما نقصدش البرين تيومر، هنا إنه ممكن يكون مريضي وكومن راح تصير، شخص يبدأ متشخص بلون كانسر، ليفر كانسر، ولا مثلا كولين كانسر، هذا أشهر حاجات. ممكن حتى في الفيميلز بريست كانسر، ممكن بروستيت كانسر في الميلز. فبعد هي تبدأ قصة الهدك، فهو ما في الأول ما تشخصش بقصة الميتس وقاعد يتعالج بأنه هو لوكال الكانسر متاعه، بعدين يكتشف أنه هو صير لميتس بالطريقة هذه. الدروغز نسأله على مني، نسأله هنا على الأنالجيزيا، المسكنات، على خاطر الأنالجيزيك انديوسد هيدك لو تستخدم فيه من فترات طويلة، وحبوب منع الحمل أو حبوب تنظيم الدورة على خاطر بريسيبيتيت للمايجرين. عندي حاجة بنضيفها، لا بس ما تنسوش في السوشيال لما نسأل، نسأل إن هل كنت تدخني ووقفتي الدخان متاعك من فترة قريبة، وهل كنت تشربي فيها البقهوة ووقفتي الفترة اللي فاتت. That's it for the headache.